احنا اعلنا السنه دي عن مشروع قومي كبير للمراه المعيله، 4000 امراه معيله الحمد لله قدرنا نعمل لهم مشروعات بالتعاون مع شركاء النجاح. وهنا لازم اقف شويه عند شركاء النجاح، لان الحقيقه الواحد لما نيجي نقول مشروع قومي، مشروع المراه المعيله مشروع قومي، الحقيقه لما تبقى المراه مش قادره او ما عندهاش القدره الماليه انها تنفق على بيتها وعلى اولادها، فيتحول البيت كله الى حاله انهزام وانكسار. الام دي هي شعله الديناميكيه والطاقه الايجابيه في البيت. لما بتنجح البيت كله بينجح، تلاقي الابن سعيد والزوج سعيد والاخ سعيد، كلهم سعداء. ولما بتبقى حزينه بينعكس على البيت كله. صدقوني كل واحد يبص في بيته كده هيلاقي ده حال حالنا مع السيدات الفضلات اللي موجودين، امهاتنا واخواتنا وبناتنا كلهم كده. عشان كده لما فكرنا في عمل مشروع قومي، وانا بعتبره مشروع قومي، مشروع دعم المراه المعيله، كان معنا شركاء نجاح. واول شريك نجاح مهم في هذا الموضوع شركه كوكاكولا. وانا بشكر جدا الاستاذه غاده مكادي المدير الاقليمي لكوكاكولا والاستاذ عمر مندور مدير عام كوكاكولا، لان لولا الاثنين دولت هذا المشروع كان فشل. لان مش شرط ان كل شركات العمل التجاري تشتغل بس في البيزنس وتكسب، لكن الناس دول الحقيقه كانوا هم حريصين كل حرص معانا على ان احنا نعمل مشروع قومي نحول فيه المراه بدل ما هي تاخد سمكه انها تتعلم الصيد. وفعلا عملنا مشروع ممتاز، وكان معانا هيئه الامم المتحده وومن في مصر هنا كانوا شركاء معانا، وكان معانا الصندوق الاجتماعي. وفكرنا ازاي؟ فكرنا ان كل مرأة نديها مشروع تعمله، نديها تلاجة ومؤسسة واحد من الناس تشتري لها بضاعة، ويبقى عندها تلاجة بيبيع فيها حاجات ساعة، وعندها بضاعة بكم الف جنيه، وبندربها ازاي تدير المشروع. وجينا اعلنا الفكرة دي في احتفالية عملناها منذ عام بالظبط، يعني انا بكلمكم بعد مرور سنة، وقلنا ان احنا في السنه دي هنجهز وهنأهل وهنقدم مشروعات ل 4000 مرأة معيلة. قلنا النهارده والحمد لله بقولها لكم بمنتهى الوضوح، لقد نجحنا في عام ان احنا نجهز 4000 امرأة معيلة بالاشتراك مع كوكاكولا، الصندوق الاجتماعي مدام سهى، واليو ان وومن مدام جيلان، وهدى من ابادي، كلهم الحقيقه اشتغلوا معانا بشكل رائع جدا عشان نقدر نوصل ان احنا نأهل 4000 امرأة نبقى عندهم 4000 مشروع ناجح. عملنا احتفالية في بداية السنة، وان شاء الله في يناير هيكون في احتفالية عشان نقول ان احنا بنعلن المرحلة الثانية من هذا المشروع. وده مشروع قومي بدأناه لوحدينا، لا لجأنا للحكومة ولا دعمنا خدنا دعم الحكومة، اشتغلنا من خلال مجتمع مدني صغير ممثل في مؤسسة خيرية واحد من الناس، وشركة محترمة زي شركة كوكاكولا، وصندوق الاجتماعي عشان يدرب الناس، وهيئة الأمم المتحدة عشان خاطر تبقى راعية لهذا الموضوع. رحنا قرى صعبة جدا، أنا بشكر كل واحد عمل في هذا المشروع من واحد من الناس، الأستاذ سامي وزملائه والمعاونين اللي معاه، كل الناس، مجلس أمناء واحد من الناس، المهندس عمرو كامل، كل واحد اشتغل في هذا المشروع وبذل مجهود كبير، والحمد لله المشروع نجح. رحنا قرية الحرجة بني سويف، وقرية صفرة في محافظة سواج، ومحافظة المنيا، ومحافظة الفيوم، لفينا كل المحافظات. تعالوا أفرجكم كده من ساعة ما بدأنا المشروع لمجرد كان صورة جميلة في احتفالية جميلة، إلى أن تحول على أرض الواقع إلى مشروع ناجح، والحمد لله وبإذن الله مستمرين في العام الجديد. الحمد لله استلمنا، والحمد لله وربنا يبارك فيهم ويكفيهم شر المرض ويجعله مخلوف. نشكر كل من شارك في المشروع زي شركة كوكاكولا والمؤسسة الأمم المتحدة للمرأة
وصندوق الاجتماعي وبرنامج واحد من الناس، وبنقول لهم ربنا يقدركم على فعل الخير. بشكر جمعية الآفاق العليا ان هي ساعدتنا على ان احنا نتعرف على شركة كوكولا وبرنامج واحد من الناس على انه يساعدنا ويساعدنا في حياتنا الاجتماعية، وان شاء الله هنبقى الاحسن. ونشكر الناس اللي جاتنا دي ومرحبا بيهم في اي مكان وفي اي وقت. شكرا لكم كتير قوي 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 قوي، واشكر برنامج واحد من الناس. النهارده استلم المشروع بتاعي واشكر واحد من الناس وشركة كاكولا. بشكر كاكولا وواحد من الناس اللي عطونا الحاجات دي نعملها مشروع، وبارك الله فيهم. انا بشكر شركة كاكولا اللي هي دعمتنا بالصناديق والثلاجة، واشكر برنامج واحد من الناس اللي هو دعمنا بالبضاعة والحاجات دي، والف شكر. متشكرين الف شكر، ربنا يعمر بيوتكم ويطفكم شر المرض. بدأت حياتي كنت عاملة باترينة صغيرة ببيع فيها، بدأ مشروعي بحوالي 300 جنيه، ابتدى يكبر دلوقتي وعملت محل، وكنت واحدة من اللي فايزين بالثلاجة ومجموعة من البضاعة. مشروع ده هيكبر مشروعي اللي أنا بادئة فيه، والحمد لله يعني من يوم ما بدأنا التدريبات دي وإحنا استفدنا منها كتير. بشكر شركة كوكولا وواحد من الناس لأن عطونا التلاجة والبضائع، فأنا أفتح بيهم مشروع يفيدني ويفيد أولادي، لأن يعني أنت عارفة العيلة في المدارس والمصاريف كتيرة والعيال كتيرة، وربنا يوفقنا على كده والحمد لله. والله إحنا يعني فرحانين بالمشروع الجديد اللي نزلتوه لينا ده، عمل يعني ادى الستات دي نشاط كبير، ونشكر واحد من الناس، نشكر شركة كوكاكولا. عندي ست بنات وابوهم مريض، فالحمد لله يعني النهارده ربنا منح علينا، يعني الحمد لله شركة كوكاكولا يعني جابت لنا ثلاجات وحاجات كويسه الحمد لله يعني، وفرقت معانا، والف نشكرهم والف شكر البرنامج واحد من الناس لان فادونا النهارده وفرحونا عليه، اللي مش هنقدر نقول لك على الفرحه اللي هم فرحانينها. شكرا. النهارده اجتمعنا وجم مجموعة من واحد من الناس وقدموا لنا تلاجة ومنتجات كوكاكولا، وحبوا يساهموا معنا وقالوا لنا ان نفتحوا المشروع وربنا معاكم، المشروع هيكبر ان شاء الله. شغالة بالمرية يعني مش موظفة ولا حاجة ولا فيش حاجة دخل علي، حاجة دي عشان ابيع عشان اشوف رزق بيا وبعيالي وبجوزي. متجوزة ومعايا تلت اولاد، والحالة يعني الاجتماعية بسيطة، فقررت ان انا اتابع المشروع دوت واروح. رحت عملت تلت ايام متابعة هناك وربنا كرمنا وفزنا بالثلاجة والحاجات اللي جت وراها، وشكرا لكم وشكرا لواحد من الناس وشكرا لشركة كوكاكولا. دربنا عن احنا ازاي نفتح مشروع وازاي ان احنا نكبره ونوسعه ونستمر فيه. ثلاجة وسكر وزيت ورز وكوكاكولا، احنا بنشكرهم طبعا كتير ان هم جم وسلمونا الحاجه دي، اعطونا الثلاجه دي والبضاعه والكاكولا، وهفتح سوبر ماركت وربنا يكون معايا ان شاء الله. معايا ثلاثة اولاد، والمشروع ده انا هيزيد من الدخل بتاعنا شويه، بدل ما ابني يشتغل بره يشتغل في البيت، بدل ما يطلع ويسهر على قهوه يجيب مشاكل كده يقعد جنب البضاعه ده ويبيع. النهارده في المنيا بالاخص في قريه صفه اللبن بنسلم 150 ثلاجه تكمله لمشروع المراه المعيله. المشروع عباره عن شركه كوكاكولا الراعي الاساسي بتدي ثلاجه وخمس صناديق كوكاكولا مساعده، وواحد من الناس دخل بمساعده كبيره جدا بيدي لكل حاله من الحالات بضاعه عينيه ب 550 جنيه، والصندوق الاجتماعي قام بدور ان هو بيدي كورسات لمده 3 ايام، وده من اهم المشاريع دلوقتي 1500 حاله المراه معيله، وهنكمل لغايه 4000.
دلوقتي جوزي كان تعبان وعنده الغضروف وكان شغال الاول في الخرسانه وتعب، وجه الحمد لله عملنا له العمليه بس دلوقتي ما بيقدرش يشتغل. فاني الحمد لله دلوقتي قدمت على مشروع بقاله وكده هقدر ان انا ادخل دخل ليا، وما اقدرش ان انا اخد حاجه من حد، وكده انا اللي هساعد جوزي وعيالي. جايه النهارده استلم بضاعه ثلاجه وحاجات غذائيه عشان اصرف على عيال واعرف اعلمهم واوديهم المدرسه. انا بصراحه ربنا فرحت ان هو جايبين لي حاجات، ان انا اعرف بدل ما انا قاعده كده ما بعملش حاجه في البيت ان انا اعرف ادخل رزق ليه وعيال. ربنا يبارك لهم ويخليهم جايبين لنا حاجه يعني نوكل منها عيالنا ونصرف عليهم. جوزي راجل تعبان ويعني على قد حالنا، فرحانه ومبسوطه والحمد لله، وربنا يبارك لهم ويخليهم اللي جابوا لنا الحاجات دي. نشكرهم جدا جدا صراحه ان تعبوا معانا، وفي التدريبات اكتر تعبوا. في واحده مدربه جات لنا تعبت معانا صراحه اليومين اللي فاتوا، فعرفتنا ازاي نحافظ على الحاجه وازاي نحسب ازاي نشوف اللي هيطلع مكسبنا، وازاي الحاجه دي حلوه المشروع ده حلو لينا، ينفعنا في ايه، ينفعنا في عيالنا. يعني جوز تعبان شغال على دراعه ما بيقدرش يشتغل، نشتغل يوم قاعد 10 في البيت، فانا لازم انا اساعد عشان عياله لو طلبوا حاجه ما تمدش ايدي لحد. نشكر شركه كوكاكولا وواحد من الناس يا جت ساعدتنا، ونشكر الجماعه اللي جم ودونا الدوره التدريبيه علمونا فيها الحساب ونعرف نبيع ونشتري ازاي، وان شاء الله يعني مساعدتهم كويسه ونحافظ على المشروع ونحاول نزوده، وشكرا لهم يعني المساعده بتاعتهم. اتفاجئنا بالحاجات اللي هي جاتنا دي، يعني ما كناش مصدقين، اتفاجئنا مره واحده كده. فالمشروع ده الثلاجه والحاجات السلع بتاعتها، ففرحنا يعني فرحت على واحده عن نفسي، فرحت عشان اساعد يعني جوزي والدخل يدخل البيت، وساعد معاه والعيال يعني كده وكبرهم وساعد معاهم.